للمتابعة معي مشاهدينا عبر الهاتف سيادة السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، بعد التحية، مواقف مصرية جزائرية متوافقة بشأن الأوضاع في المنطقة، كيف ترى هذا التوافق وتأثيره على الصراع سواء في غزة أو الحرب الجارية طبعا في لبنان، والإبادة التي توافق الزعيمان على أنها شبه كاملة في غزة الآن؟ يعني في الحقيقة موقف مصر والجزائر منذ بداية الأزمة في قطاع غزة بيطالب بوقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية ووقف انتهاك إسرائيل لكل القوانين، وبالذات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. موقفهم بيطالب أيضا بضرورة رفع الحصار وإدخال المساعدات وفتح الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية، لأن في الحقيقة إسرائيل لن تعيش في سلام بدون حل القضية الفلسطينية. ورأينا اليوم ما حدث في إسرائيل، وده نتيجة لأنها بتبث العنف والكراهية في نفوس شباب الفلسطينيين وغيرهم من شباب العالم. أيضا بالنسبة لمصر والجزائر، هناك قضايا عديدة ترى الدولتين أنهما مهمتان بالنسبة ل يعني تحقيق الأمن والاستقرار في الوطن العربي. لأن الأزمات بتتصاعد، هناك تصاعد في الأزمة الليبية وأيضا بالأزمة في السودان ولبنان. لبنان دولة يعني لا ذنب لها، ولكنها دخلت في الصراع وتعاني الآن من مشاكل عديدة وتحتاج إلى مساعدات إنسانية أيضا. يعني كان الأول مشكلة قطاع غزة، الآن أصبحت أيضا مشكلة لبنان. فضروري من العمل مع الدول الأخرى والأطراف الفاعلة من أجل وقف إطلاق النار ورفع الحصار وإدخال المساعدات. هناك قضية مشتركة بين مصر وليبيا، بين مصر والجزائر عفوا، وهي الأزمة الليبية، لأن كلا البلدين لهما حدود مع ليبيا، وبالتالي ما يحدث في ليبيا يؤثر على الأمن القومي لكل من مصر والجزائر. وزي ما صرح الرئيسان، ضرورة أن يكون الحل حلا ليبيا، وده يكون عن طريق جمع الفرقاء الليبيين والتوصل إلى اتفاق فيما بينهم للدفع نحو إجراء الانتخابات والخروج من هذه الحلقة المفرغة التي تدور فيها ليبيا. وليبيا بلد عندها إمكانيات كبيرة لإعادة الإعمار ولأن تكون دولة يعني في مستوى معيشي مقبول بدلا من الصراع وإضاعة الأموال على السلاح. صحيح سيادة السفير، في هذا الشأن يعني الرئيس عندما تحدث عن ليبيا، يعني مصر الحقيقة حريصة على عدم المساس بسيادة الدول، ويعني هذا نهج للسياسة الخارجية المصرية، لكن بما أن ليبيا هي حالة يعني تمس مصر والجزائر بشكل مباشر لارتباط حدودهما بها، في رأيك تركيز الرئيس السيسي على أهمية أن يكون الحل الليبي ليبي وأن يتم إجراء انتخابات ليبية حرة، أهمية إطارة هذه النقطة تحديدا، لأن دخول أطراف خارجية على طريق الصراع في ليبيا هو يزيد أيضا من حدة الموقف وتأثيره على الشعب الليبي. بالتأكيد، لأن أصل ليبيا كما أشرت دولة غنية بالذات بالبترول والغاز، وهناك إمكانيات استثمارية كبيرة جدا في ليبيا. فبالتالي بنجد أن هناك تدخل من دول أوروبية سواء إيطاليا أو ألمانيا أو فرنسا، إلى جانب تدخل أمريكي، إلى جانب تركيا، في وجود روسي، عدة أطراف موجودة. يعني فهنا الحل يكون عن طريق جمع الفرقاء، وهم خمس قيادات موجودة في ليبيا، ممكن أن يعقد اجتماع فيما بينهم ويتم بالتوافق التوصل إلى حل. هذا هو المقصود بحل ليبي ليبي، لأن الحل إذا هم توصلوا إلى حل وموعد محدد وفعلي لإجراء الانتخابات وشروط إجراء الانتخابات، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لن يستطيع أحد أن يمنعهم. لكن المشكلة أن الفرقاء الداخليين بإعاز من الخارج، كل واحد متمسك بموقفه وبما لديه من مكاسب، وده في غير صالح طبعا الشعب الليبي. أيضا الأزمة السودانية، صحيح الأزمة السودانية اللي بيتصارعوا إخوة سودانيين، سواء اختلفنا مع طرف أو آخر، لكنهم في النهاية إخوة سودانيين بيهددوا بلدهم
بالانقسام وإضاعة الموارد وتجويع الشعب السوداني، وهي المفروض تبقى مزرعة العالم العربي للمواد الغذائية. فأيضا لابد من حل سوداني سوداني، أن يتفق الطرفان المتصارعان ويتوصل إلى حل لإنهاء هذه الأزمة وهذه المأساة التي أدت إلى حوالي أكثر من 8 مليون سوداني ما بين لاجئ ونازح. نعم، هذا يعني غير المأساة التي يعيشها السودانيون في الداخل. طيب، وجود أكثر من ملف إقليمي يشهد توافقا مصريا جزائريا، إلى أي مدى يسهم ذلك في تكوين رأي عام عربي موحد يصل ويعني يقوي الرأي العام العالمي، ليس على المستوى الشعبي طبعا ولكن على المستوى السياسي؟ يعني على المستوى السياسي الرسمي، يعني سبق أن طرحت الجزائر في آخر قمة عربية عقدت عندها لم الشمل العربي. نعم. يعني نقدر نقول وحدة الصف، يعني لا داعي أن احنا نكون لدينا أمل كبير ونقول وحدة الهدف، لكن نقول وحدة الصف على الأقل الدول العربية يكون لديها تنسيق في المواقف بالنسبة للأزمات الموجودة لدينا في العالم العربي، الأزمة اليمنية، الأزمة السورية، الأزمة السودانية، الأزمة الليبية، الوضع المأساوي في كل من غزة والعراق وفي الضفة الغربية، ضياع حقوق الشعب الفلسطيني. فكل هذا إذا كان في وحدة صف عربي فالعالم العربي يستطيع بما لديه من إمكانيات. نحن كعالم عربي لدينا إمكانيات ضخمة جدا والعالم كله يسعى إليها. إذا تم توحيد الصف العربي واستخدمت هذه الأدوات تستطيع أنها تكون وسيلة ضغط على القوى المؤيدة لإسرائيل. نعم. لتمنعها من أن تكون دولة مارقة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. دي من ناحية. من ناحية أخرى الحل الأزمات، يعني حل الأزمات العربية سيفرج عن العالم العربي الحبيس داخل هذه الأزمات منذ أكثر من 14 سنة. فبالتالي احنا محتاجين إلى بدلا من إضاعة الموارد في شراء السلاح والصراع وتدمير المباني والمؤسسات والمنشآت الأساسية، ننفقها على التنمية وتنمية البشر لنكون يعني منطقة متقدمة بما لديها من إمكانيات تساعد على هذا التقدم. يعني هل ترى سيادة السفير أن الانشغال بالأزمات الداخلية عربيا هو عائق مهم أمام لم الشمل العربي؟ لأن التاريخ شاهد على أن لم الشمل كان وسيلة ضغط على كافة القضايا العربية، ولعل كانت رسالة الرئيس الجزائري خلال المؤتمر الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي استشهاده بمساندة مصر الشقيقة للثورة الجزائرية. ده بالتأكيد، يعني وقوف العالم العربي مع الثورة الجزائرية، وقوف العالم العربي مع مصر في حرب بعد حرب 67، وقوف العالم العربي مع مصر في حرب 73، وبالذات الجزائر. الجزائر بعد 67 قدمت لمصر، كان الرئيس هواري بومدين قدم لمصر مساعدات عسكرية مباشرة وذهب إلى موسكو ودفع ثمنها وطلب انها تصل فورا الى مصر في اقرب وقت ممكن. نعم. فهناك تعاون، يعني كما مصر وقفت الى جانب الثوره الجزائريه، الجزائر وقفت الى جانب مصر عمليا وليس بمجرد الدعم الكلامي او بدعم بسيط، انما كان دعما قويا. ايضا الدول العربيه الاخرى، الكويت والسعوديه وليبيا في ذلك الحين وقفوا عوضوا مصر عن اغلاق قناه السويس. فهنا دائما وحده الصف العربي بيكون لها فاعلية كبيرة جدا وبيكون لها احترام وتقدير من الدول الأخرى وبتحترم كلمتها. أما التفرق واختلاف المواقف فده بيدي لأطماع الآخرين في العالم العربي. هل هي اختلاف مواقف أم الانشغال بالداخل؟ الاثنين. يعني هناك دول منكبة على نفسها بمشاكلها. يعني لا نستطيع الآن أن نطالب من السودان أن يساهم في أي عمل عربي، ولا الصومال ولا ليبيا ولا لا. أتحدث عن بؤر الصراع بكل تأكيد، أتحدث عن الأزمات الاقتصادية وذلك تأثرا بما يحدث في العالم وبما يحدث في الشرق الأوسط تحديدا. يعني دائما هناك خلال هذه النوعية من الزيارات مناقشة الملفات الإقليمية ومناقشة الجوانب الاقتصادية، وكانت جانبا من هذا المؤتمر الوحدة الاقتصادية عربيا هي عامل مساهم في تحقيق هذه الوحدة التي نأملها؟ بالتأكيد، لأن العالم العربي فيه شقين،
شق الدول الغنية بالموارد البشرية والخبرة والتكنولوجيا، وشق الدول الغنية بالموارد المالية والطاقة. نعم. فإذا تكامل الشقان وشق آخر لديه أراضي زراعية وممكن استثمارها، إذا تكاملت كل هذه العوامل الاقتصادية وفقا لتخطيط عام بحيث أن كل دولة تستثمر المزايا النسبية الموجودة فيها، ده هيؤدي إلى أن صورة العالم العربي هتختلف. نعم. ويبقى فعلا تحويل الجامعة العربية إلى منظمة فاعلة وليست مجرد هيكل من مباني وموظفين، وأيضا تحويل الأهداف الاقتصادية، لأن العالم النهاردة كله همه في عدة حاجات: أولا الاستثمارات، ثانيا تطوير التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والتجارة، التبادل التجاري والمنافسة، وأيضا بالنسبة للطاقة المتجددة. كل هذا موجود في العالم العربي. نحن في العالم العربي إذا كان متوفر فيه البترول والغاز الآن، ففيما يكفي لتغذية العالم بالطاقة النظيفة عن طريق الطاقة الشمسية على نعم. سبيل المثال، لأن المنطقة كلها شمس مشرقة 300 يوم في السنة، فهنا نستطيع أيضا في المستقبل تنمية هذه الطاقة. فده اللي محتاج إلى يعني أن يكون في الابتعاد عن الأهداف الذاتية لكل دولة، لأن الأهداف الكلية بتنعكس على الدول فرادة، وبتجعل هذه الدول بتستفيد أكثر بالتكامل الاقتصادي والتجاري فيما بينها. طيب إذا ما أخذنا يعني هذه الفكرة على مصر والجزائر، أشكال التكامل الاقتصادي التي تراها يعني قابلة للحدوث بين مصر والجزائر، بما أن الرئيس أعلن عن انعقاد اللجنة المشتركة في القريب؟ يعني هناك في الجزائر حاليا بتسعى إلى تنويع الاقتصاد، لأن مصر يعني بالرغم عندنا مشاكل اقتصادية لكن عندنا اقتصاد متنوع. نعم. مجالات إنتاج مختلفة، ما بنعتمدش على قطاع واحد، عندنا قطاعات عديدة، قطاعات زراعية، قطاعات صناعية، قطاعات إنتاجية مختلفة. ولذلك احنا كان من السهولة قبولنا في البريكس. الجزائر كانت مقدمة معنا، ولكن رأوا ان اقتصادها اقتصاد معتمد على محصول واحد وهو البترول والغاز بنسبة 95%. نعم. الرئيس الجزائري في حملته الانتخابية التي تمت منذ شهر كان بيدعو الى تنويع الاقتصاد، وده مطلب من المعارضة ومن الأحزاب اللي دعمت الرئيس تبون في الحملة الانتخابية. تنويع الاقتصاد، تنويع الاقتصاد ممكن جدا دخول مصر باستثمارات مشتركة بمشروعات مشتركة في الجزائر. بالنسبة للجزائر لديها خبرة عريضة من الدول الأساسية المصدرة للغاز في أفريقيا، فممكن جدا التعاون مع مصر في هذا المجال، ونحن بنستورد منها الغاز لاستخدام بالذات للانابيب وهذا من هذا القبيل يعني. نعم. فممكن التعاون في هذا المجال ايضا، بنستورد المازوت علشان تشغيل بعض محطات الكهرباء التقليديه اللي موجوده. فهناك في مجالات للتعاون، صناعات الادويه، نحن مصر متقدمين جدا في صناعات الادويه، صحيح حاليا بنواجه مشكله في الماده الفعاله ولكنها مؤقته، يعني مشكله طارئه لن تستمر طويلا. فممكن التعاون مع الجزائر في انشاء فروع لشركات الأدوية المصرية اللي بتبقى في الجزائر. فهناك مجالات عديدة في هذا الصناعة. صحيح. والرئيس أيضا الاستثمارات المشتركة. نعم. رئيس سيادة السفير أيضا تطرق إلى فكرة المعاملة الكريمة التي تتلقاها الشركات المصرية في الجزائر، وتحدث عن وجود أكثر من 5000 شركة في مصر في مجالات متعددة مثل مجالات الإسكان والطاقة ومحطات المياه والكهرباء، وهي يعني تعتبر أفكار وقطاعات متنوعة كما تفضلت لخلق مجالات للتعاون المصري الجزائري. احنا في مصر لدينا أكبر ثروة في تاريخ مصر طول عمرها منذ الفراعنة حتى الآن، هي الثروة البشرية. نعم. يعني احنا عندنا في أكثر من 9 دول موجودة في حوض نهر النيل، ولكن مصر بثروتها البشرية قدرت تقيم هذه الحضارة، فلدينا الخبراء في كافة المجالات تستطيع، ولذلك الخبراء اللي بيعملوا في أفريقيا أو في العربية ومنها الجزائر بيكونوا على مستوى عالمي، بيكون لديهم المهندسين والخبراء والفنيين متدربين تدريب عالمي، بينافسوا الشركات الأخرى. نعم. بدليل أن مصر استطاعت أنها في المناقصة عن إنشاء سد جوليوس نيريري في تنزانيا أن هي حصلت على المناقصة وأنجزت السد، بيشيد به في تنزانيا في توقيتات أقل حتى من التوقيتات اللي هم متفق عليها.
فهنا احنا لدينا ايضا شركات اخرى منها المقاولون العرب وعلام وشركات عديده منتشره في افريقيا وعليها طلب كبير جدا في البنيه الاساسيه، في المطارات، في انشاء محطات كهرباء، في كل هذه الاشياء لدينا خبره فيها نستطيع ان نستثمرها وتنطلق بها، وده بيبقى نوع من تصدير الخبره لان لها عائد، لانها عائد بيزود الدخل القومي من العملات الاجنبيه. نعم صحيح. طيب سؤال الأخير لك سيادة السفير، الرئيس تحدث عن أنها كانت مباحثات إيجابية وبناءة في طريق التعاون، لدينا المنتظر في توطيد العلاقات المصرية الجزائرية على كافة الأصعدة في الفترة القادمة؟ يعني المنتظر بقى التعاون التجاري، يعني زيادة التبادل التجاري. احنا لدينا منتجات كثيرة في سواء في الأدوات المنزلية بكل أنواعها، الملابس الجاهزة أيضا تقدم كبير جدا في هذا المجال، بعض الصناعات الكيماوية وبعض الصناعات الأخرى، مستلزمات الإنتاج الزراعي زي الأسمدة، عندنا أسمدة من أنواع يعني عليها طلب عالمي لأنها أسمدة جيدة جدا. فبالتالي زيادة التبادل التجاري، زيادة التعاون الثقافي والتكنولوجي والعلمي بيننا وبين الجزائر، هذه مجالات أيضا يعني منذ استقلال الجزائر ومصر كان لها دور كبير جدا، لأن الجزائر كان الفرنسيين يريدون أن يعني يحولوها إلى دولة لا تتحدث إلا الفرنسية واللغة العربية تبقى لغة من الدرجة الثانية. فهنا بعد الاستقلال كان هناك دور كبير جدا في التعاون الثقافي وما زال مستمرا هذا الدور إلى الآن. نعم أشكرك جزيلا سيادة السفير رخاء أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف.